سي بي سي اكسترا، اذاعه البي بي سي، وراديو مصر. طبعا نورنا ومشرفنا في صدى البلد، وهنحكي بقى عن كل التجارب دي. ازيك يا ريهام؟ اولا شكرا جدا على الدعوه الكريمه دي في مكان بحترمه جدا زي صدى البلد، وتحديدا ان هي جت منك انت صديقه عزيزه وصحفيه شاطره واعلاميه متميزه على كل المستويات، سواء اعلاميا او حتى على المستوى الاخلاقي. فانا سعيد جدا واعتز جدا بصداقتك، وطبعا تحياتي لنور وعبد الله وكريم كل الاصدقاء، ومبسوط بالدعوه ديت، وان شاء الله تكون ندوه ظريفه مع الساده المشاهدين والقراء ان شاء الله. هاني، احكي لنا الاول، اول ما دخلت اذاعه الشباب والرياضه. انا دخلت الشباب والرياضه 2009، انا اتخرجت 2009 ودخلت الشباب والرياضه 2009، يعني بعد شهرين بالظبط من تخرجي. كانت الاذاعه المصريه عامله اختبارات، وده كان اختبارات اسمها اختبارات راديو النيل، كان لسه راديو النيل اللي هو موجود دلوقتي ما طلعش، فكان المفروض انهم عايزين مذيعين علشان راديو النيل. فدخلت حوالي تقريبا 200، كنا 200 واحد متقدم للاختبار، وده كان في شهر 9، والحمد لله يعني تم تقليص العدد من خلال الاختبارين لحد ما وصلنا لبقينا 20 الرقم النهائي، واختبرنا واتقبلنا بقينا 20 واحد، اتوزعنا المفروض على راديو النيل. حصل خلاف بين يعني خلاف انا مش فاهمه، لكن خلاف داخلي على ان لا، الناس اللي جم اختبروا دول هيتحولوا للاذاعه المصريه مش لراديو النيل. الاذاعه المصريه زي ما انت عارفه مقسمه للصوت العرب، البرنامج العام، الشباب والرياضه، الشرق الاوسط. فهم ادونا حريه الاختيار، نختار احنا اي اذاعه منهم. انا اخترت الشباب والرياضه بسبب طبعا ان انا اولا حبي للرياضه، ثانيا ان انا الوقت ده كنت شغال في موقع في الجول.com، فانا كنت حابب جدا ان انا اشتغل في الرياضه، فكان هنا النصيب ان انا ادخل الشباب والرياضه. وبدات بالظبط من 2009 ست شهور تريننج من نوفمبر لحد مايو 2010، وقت ما بدات انزل على الهواء في 2010 في الشباب والرياضه. قعدت فتره كبيره في بتقدم استوديو تحليلي، بتقدم طبعا برامج رياضيه. الصعوبات اللي انت واجهتها ورهبتك من اول مره ده. طبعا كاميرا، ما فيش كاميرا، مظبوط، بس اعتقد انك توصل للمشاهد الاداء الصوتي بيبقى اصعب كمان من ما فيش تعبير وجهي. صح. كان احساسك ايه اول مره على الهواء؟ بصي طبعا هي اولا واحنا في الجامعه بصراحه كانت ليها دور كبير في ان احنا نتعلم وان احنا نزيل جزءا من الرهبه اللي احنا كنا بنحسها، لان وقت التدريب لما كنا بننزل او لما كنا بنعمل كده احنا استوديوهات بينا وبين بعض جوه الجامعه في التدريب العملي، فده كان جزء منه كبير ساعدني. لكن كمان لما دخلت الاذاعه المصريه الست شهور اللي بقولك نزلناهم دولت ما كناش بننزل الاستوديو، كنا بس بنتدرب مع اساتذه من كبار المذيعين المصريين في الاذاعه المصريه، ده كان ساعدني كتير. لكن برضو في الاخر اول ما بنزل الاستوديو، اول ما ببدا هوا، على فكره قعدنا برضو شهرين كاملين اسمنا مذيع صامت، ما بتحصلش في اي مكان غير في الاذاعه المصريه ان يبقى اسمك مذيع صامت، اللي هو المذيع المفروض تتكلم، لكن انت اسمك درجه مذيع صامت، ان انا بنزل اقعد مع مذيعين من السينيورز الكبار، اقعد اسمي يتقال على الهوا. معانا النهارده مقدمين لحلقه النهارده، هديكي امثله يعني، كانت فجر عباس، نهى كامل، وهاني حتحوت. بس هاني حتحوت ما بيتكلمش، المستمع مش هيسمعني، انا بقعد علشان اخد الجو ده، ابقى قاعد قدام مايك ما بتكلمش، بس اسمي مذيع، بس بتعلم ازاي بيتكلموا والمواقف اللي بيتعرضوا ليها، وانا حاسس بان المايك قدامي. فبدات كمان ده يزيل رهبه مني، رغم ان المستمع مش هيحس بالرهبه اللي انا حاسسها دي ان انا ما بتكلمش. ده كان لمده شهرين. بعد كده بقى بدانا نتكلم وبدات ابقى اشتغل. طبعا كانت جزء كبير جدا من الرهبه بقى تم ازالته، انما في النهايه برضو موقف كانت في الاول كده ان انا بتوتر شويه من اي موقف محرج، لو ضيف احرجني في اجابه، لو ضيف يعني رغم كل اللي متعلمه حاجه، والعملي طبعا معروف انه حاجه تانية. انما يوم بعد يوم الاذاعه المصريه دي مدرسه عظيمه، مواقف كتيره، الواحد بيعلم نفسه بنفسه، بيتقابل مع اجيال مختلفه من الاعلاميين. فده كان بعد فضل ربنا سبحانه وتعالى، كان لي اكبر الفضل عليا في ان انا يعني خدت خطوات متقدمه. وبعديها بقى جت مرحله استوديو الشباب والرياضه اللي هو كان ملعب اف ام وكوره اف ام، دي كانت مرحله برضو ايجابيه جدا بفضل ربنا، ثم ثقه حتى الكبار اللي موجودين. كان وقتها رئيس الشبكه الاستاذ عمر عبد الخالق، ان هو كمان وثق في شباب رغم ان في اسماء كبيره، لكن هو وثق في اختيار شباب مش اعتمادا بس على الخبرات، لكن كمان اعتمادا من وجهه نظره على الكفاءات، ودي كانت خطوه مهمه جدا. يعني دايما الاذاعه المصريه او هنقول ماسبيرو بشكل عام
حتى لو التلفزيون بقاله فترة يعني متوقف عن ان هو يطلع كوادر او مواهب جديدة، بس الإذاعة المصرية يمكن ما اهتزتش شوية. بتطلع المواهب دي وبتنميها وبتقدم فعلا، يعني الإعلام الخاص كمان نماذج هايلة. التركيز على اللغة العربية، انت اتعلمت اتقان اللغة العربية في الإذاعة المصرية ولا قبل، يعني من ايام الجامعة؟ حلو جدا. مبدئيا اللغة العربية بعشقها. ممكن ناس كتير ما تعرفش ان انا والدي مدرس لغة عربية. تمام، عرفنا خلاص يعني. تمام. فوانا من وقت انا كنت انا مولود في السعوديه وعشت في السعوديه 10 سنين وبابا كان مدرس اللغه العربيه بتاعي في المدرسه، فانا حب اللغه العربيه جاي من ان والدي مدرس في المدرسه اللي انا فيها. اينما هو كان بيدرس وقتها المراحل المتقدمه، يعني مدرسه كانت ابتدائي واعدادي، كان هو بيدرس اخر سنه في ابتدائي وسنوات اعدادي، وانا كنت يعني لسه في سنه اولى وثانيه وثالثه. انا جيت مصر وانا في سنه خمسه ابتدائي، ما حضرتوش وهو بيدرسني، بس هو كان مدرس عربي. فانا كنت بحب العربي من خلال ان والدي مدرس عربي. لكن لما دخلت الاذاعه المصريه، انا كمان كنت في السعوديه المذيع بتاع المدرسه وبدخل مسابقات القاء شعر، فكان اللغه العربيه الحمد لله متاسس فيها كويس. لما جيت بقى الاذاعه المصريه الست شهور اللي بقول لك عليهم تدريب دول تحت قياده وقتها الاستاذ زينهم البدوي اللي هو نائب رئيس الإذاعة المصرية حاليا، هو ست شهور كاملين من دراسة قواعد اللغة العربية، مش بس دراستها، قواعدها تطبيقها كمان. اللي عايزة أوصله إن فعلا بعد اختبار المذيعين سواء في الراديو أو أيوه. في التلفزيون ما نزلناش يلا نزلوا على الهواء، لازم المذيع في مسبيرو ياخد كورسات لغة عربية. بالظبط ده اللي كنت فعلا عايزة أوصله. بالظبط، هي تدريب، يعني احنا مش ان انتوا اتقابلتوا فيلا انزلوا على الهواء، لا، انتوا كده اتقابلتوا عندكم الموهبه، تعالوا بقى نسقل الموهبه دي ونسقلها قبل ما تطلعوا على الهواء. فست شهور كاملين من دراسه القواعد وتطبيقها قدام الميكروفون من غير ما نطلع على الهواء قدام الناس، فدي كانت ست شهور بصراحه انا يعني شربت فيها اللغه العربيه بقواعدها وده وحبيتها اكتر كمان، وعلشان كده انا دايما متمسك بيها، رغم ان في ناس في بدايه الشغل كان بيقول لي ما تعتمدش قوي على العربي لان جمهور الرياضه ما بيحبش العربي قوي او جمهور الشعبي اكتر. انا ما بقولش يعني كلام مجعلص، يعني انا بتكلم لغه عربيه بس كلام مفهوم في الاخر. بالظبط كده، فاهمه؟ فانا بحبها اللغه العربيه وفي نفس الوقت تعلمتها بشكل كبير في الاذاعه المصريه وقبلها من والدي. تمام. الخطوه الثانيه احنا رحنا، انت رحت النهار، مظبوط، في شويه تجارب شبابيه كده، بس احنا بنتكلم على الخطوات الرئيسيه في حياتك. جالك ان انت تبقى مذيع نشر. مذيع نشر برضه خطوه ازاي؟ خطوه مختلفه بعيده تماما عن المجال اللي انت عايز تبقى فيه. مبدئيا هو المذيع في الاذاعه المصريه هي الموضوع منقسم لمذيع ومقدم برامج. المذيع بيبقى على الهواء، فممكن يبقى يقرا الخدمات الاخباريه، يعني بقرا كنت وانا في البرنامج عادي بقدم برنامج رياضي، لكن الساعه 7 وربع اروح قاري موجز الانباء، فانا برضو اعتمادا على اللغه العربيه اللي هي عندنا، فانا كنت مش غريب على قراءه النشرات او المواجيز. لكن بعد كده لما رحت النهار، انا كنت بقى دي اول تجربه تلفزيونيه كبيره، زي ما انت قلتي قبلها كان في تجارب مش كبيره يعني، لكن رغم ان هي افادتني كتير طبعا. التجربه دي هم كانوا عايزين وقتها مذيعين نشرات، وانا الحمد لله بشتغل نشرات، فقدمت والحمد لله اتقبلت وقتها بعد ترشيح، دخلت اختبار واتقبلت. فكانت بالنسبه للناس ان انا بغير الاتجاه خلاص، ان انت مذيع رياضه في راديو الشباب والرياضه، هتتحول لمذيع اخباري في قناه النهار، قناه كبيره في وقت كمان بقى كان في ثورات وكان لسه احداث ما بعد الثوره، وكان في بعد كده يعني 3 يوليو، وكان في 30 يونيو، وكان في بعد كده بقى انتخابات رئاسه، كل دي مراحل مهمه جدا ان انا هدخلها. بالظبط ممكن تتاخد في الكارير ده. بالظبط كده فعلا، وفعلا اشتغلت في النهار سنتين ونص بالشكل ده، مذيع نشرات ومذيع تغطيات سياسيه، وختمتها تجربه اللي هو وصل مشكلتك بصوتك. بالظبط، كان في شكوتك بصوتك وقبلها رايك بصوتك، كان برنامج اجتماعي مش سياسي. فانا كنت بشتغل يعني الحمد لله برضو فكره ان معاكي اللغه العربيه ومعاكي الشغل في الاذاعه المصريه اللي هو بيخليك تعملي كل حاجه، وده كان فادني جدا ان انا بعرف اعمل كذا شكل، الرياضي والسياسي والاجتماعي، لحد بقى ما جت مرحله الاندماج اللي حصلت ما بين النهار و سلامتك. بالنسبه لك هي فتحت لك الباب في المجال الاعلامي كله،
مظبوط مظبوط طبعا. الشباب والرياضه والاذاعه المصريه مدرسه اتعلمت فيها كتير جدا. هي بتصنع فعلا الاعلامي من ايه لحد زد. يعني بتخرج واحد فاهم وبتخرج يعني مهما كان عنده موهبه لما يدخل المكان ده بيختلف كثيرا من وجهه نظري. طيب انت شايف ايه مثلا اللي بيختلف في الاذاعه المصريه من ايام انت كنت موجود من 50 كده مثلا او 60؟ ايه اللي اختلف من وقتها انا سبت الشباب والرياضه او يعني اجازه من 2016 اخر 2016 في نوفمبر تحديدا. واللي اختلف فيها يعني هو طبعا فكره التطوير اللي بتحصل بشكل دائم وان الاتحاد الاذاعه والتلفزيون والهيئه الوطنيه للاعلام دي كلها امور انا متفائل بيها خير. اتمنى ان هو يتم من وجهه نظري لو هتمنى يعني ان الموضوع يبقى فيه اهتمام اكتر بالاعلاميين اللي موجودين جوه ماسبيرو مش بس ان هم يتم استقدام اعلاميين من الخارج لان ماسبيرو فعلا في كفاءات وفي اسماء فقط تحتاج الى مش هقول مش التلميع لكن تحتاج الى ان هم يعاملوا معامله النجوم اللي بيجوا من الخارج لان هم لا يقلون باي شكل من الاشكال عن الاعلاميين اللي في الخارج. لكن تطوير الاستوديوهات دي حاجه انا واخد بالي منها جدا بتحصل في ماسبيرو. تطوير الديكورات تطوير حتى طريقة العرض للمعلومات علشان تتواكب وتتناسب مع اللي بيحصل خارج المبنى دي مفيدة ومهمة وأنا الناس كلها أعتقد بتاخد بالها منها الفترة دي. شايف إن ممكن الفترة الجاية يكون في دخول للتواجد الشبابية في مصر؟ ده حاصل بالفعل لو على شكل لو على راديو مصر تحديدا. التجربة دي أنا بدأتها من مش أقل من شهر يعني أو من أقل من شهر بالظبط فعلا. كانت هم اعتمدوا بشكل كبير جدا على الشباب يعني جايبين هاني حتحوت جايبين محمد منير اللي كان زميلي في الشباب والرياضة إلى جانب الأسماء اللي موجودة هناك زياد علي ونسرين عكاشة هي كلها قائمة على الشباب. وده اللي واضح مش بس جوه ماسبيرو كمان في التجارب الإعلامية اللي بره في أسماء كتيرة حتى لو هتكلم عن الإعلام الرياضي تحديدا في أسماء من النجوم دلوقتي كلهم من الشباب. تجربة غير مكتملة يعني كانت هتبدأ وما اكتملتش زي ما انت عارف.